السلام عليكم. النهارده عايزين نبدأ في شابتر الميموري، والشابتر ده بيتكلم عن الميموري. هو نظرة عامة عن الميموري، إن شاء الله هيكون بسيط بس عايز تركيز شوية، بس هو سهل إن شاء الله. أول حاجة عشان نفهم الميموري، الميموري ده كل وظيفته إنه بيخزن مجموعة من الداتا، أيا كان بقى تخزين الداتا. يعني إيه أنت عايزك تحط في دماغك إن تخزين الداتا عندنا فيه نوعين، في تخزين داتا على الهارد وفي حاجة اسمها ميموري. الفرق ما بينهم، لو أنا عايز أخزن حاجة تفضل دايما محفوظة عندي، ده بخزنها في الهارد وبتتخزن في حاجة اسمها فايل، وده له كورس معين مش لازم نبص عليه يعني. المهم الشابتر النهاردة بيتكلم على تخزين البيانات في الميموري، يبقى أنا كل شرحي وكل كلامي على الميموري، ماليش دعوة بالهارد خالص. في الشابتر ده هيتكلم على أنواع الميموري ونشتغل عليه، مفيش مشكلة. في البداية قبل ما نشتغل على أنواع الميموري، تعال الأول نشوف أي ميموري إيه الكومبوننت الأساسية بتاعته. في البداية بيقول لك إن عشان أعمل ميموري أو أعمل مجموعة من الفليب فلوبس مع بعضها عشان أخزن فيها الداتا، طبعا إحنا عارفين إن كل سيل من دي، أي خانة من دي بسميها سيل. اي سيل من دي هي عباره عن فليب فلوب، فليب فلوب بخزن فيه الداتا مفيش مشكله فيه. السيل الواحده او الفليب فلوب الواحد بسميه بت، تمام. التمانية مع بعض بسميهم بايت، تمام. وكمان في حاجه لازم تكون عارفها، مجموعه ممكن يعمل لك حاجه بعد كده في حاجه اكبر من البايت، حاجه اسمها وورد، بحيث ان الوورد اكبر، اي هو مجموعه من البايتس مع بعضهم. ايا كان ممكن يكون في الاوبريتنج سيستم بتاعي بيشتغل بان الوورد بتاعتي 2 بايتس، وفي 4 بايتس، وفي 8 بايتس، وهكذا ايا كان نوع ايه. بس المهم اللي انا عايزك تعرفه ان الوورد هو مجموعه من البايتس مع بعضهم، المينيمم بتاعهم يكون 1 بايت، تمام. يبقى المينيمم بتاع الوورد 1 بايت، بس هو ممكن يكون 1 بايت 2 بايتس، اكتر من بايتس عادي مفيش مشكله، هو مالتيبل بايتس. يبقى كده الوحدات بتاعتي يا اما بت اللي هي السيل الواحده، بايت 8 سيل مع بعض، وورد مجموعه من البايتس مع بعضه مفيش مشكله. الجزء اللي انا بخزن فيه بقى ممكن يكون عباره عن حاجه زي كده، حاجه بسيطه مفيش مشكله، مفيش مشكله فيها. ودي مثلا وليكن على سبيل المثال، دي لو كم 1 2 3 4 5 6 7 دول 8 بت، يبقى ده 1 بايت. او ممكن يكون الجزء الميموري بتاعتي عباره عن 2D 2D كده، يعني اكس وواي 2D، تمام، ثنائي الابعاد يعني، تمام. بحيث مثلا انا مثلا لو انا بخزن التخزين بتاعي في 1 بايت، وانا بخزن في 1 بايت، فدلوقتي مثلا عايز ده كل رو عندي عباره عن 1 بايت، تمام. عندي كم بايت؟ قد 1 2 3 4 5 6 7 8 مفيش مشكلة. يبقى الأري بتاعي ده عبارة عن 8 بايت تحت بعض، كل بايت ليه رو لوحده، تمام. الرو ده كله على بعضه بسميه بايت، تمام مفيش مشكلة. فدلوقتي علشان أوصل لأي بايت، عاوز مثلا أخزن في البايت في بايت معين، قال لك في البداية لازم تحدد لي حاجة اسمها، في البداية لازم تحدد اللوكيشن بتاع البايت اللي انت هتخزن فيه. هنا انا عندي لوكيشن واحد بس، مفيش مشكله. اول ما اقول انا عايز اخزن اروح في المكان بتاع هو ما عنديش غير بايت واحد اروح اخزن فيه. اما هنا انا عندي مجموعه من البايتس، علشان تخزن لازم تدخل لي اللوكيشن اللي انت عايز تخزن فيه. وليكن كنت مدخل لك اللوكيشن رقم 2، معناه انت هتعد تروح للوكيشن رقم 2 وتروح تخزن فيه البيانات بتاعتك مفيش مشكله. فلو انا عندي 2D array، يبقى انا لازم اعرف اللوكيشن بتاع الرو اللي انا هخزن فيه، او اللوكيشن بتاع البايت اللي انا هخزن فيه مفيش مشكله. نيجي لنوع تاني من انواع الميموري. هنا بقول لك مثلا انا عايز اخزن في بايت، عندي هنا الاري عباره عن هي اري زي ده، بس مجموعه من 8 اري ورا بعض، 8 ورا بعض كده، فعملوا لي اللي هو الكيوب او المكعب ده، فكده ده اسمه ثلاثي الابعاد، اكس وواي وزد. زد اللي هو ايه؟
الجزء ده، ده زد مفيش مشكلة، وده اكس وده واي طبعا مفيش مشكلة. يبقى كده انا عندي الشكل ده ثلاثي الابعاد 3D، يبقى ده ميموري من نوع 3D. دلوقتي علشان احدد البايت بتاع اللي انا عايز اخزن عليه، طبعا رقم واحد لازم اخزن، لازم اعرف عشان اخزن في بايت معين، لازم اقول له انا هخزن في الرو رقم كام، وليكن قال لي في الرو ده انا هخزن فيه. تاني حاجه لازم تقول لي هتخزن في الكولوم رقم كام، وليكن في الكولوم ده، يبقى معناه هيخزن في ده الكولوم ده في 8 ورا، هما 8 ورا بعض، 8 ورا بعض كده، 8 سيل ورا بعض ورا بعض كده، يبقى انا هخزن في ده. يبقى هنا في الحاله دي لما نكون انا 3D، يبقى انا لازم عشان احدد اللوكيشن بتاعي بحدده بعدد الدايمنشن ناقص واحد. لو انا مثلا هنا عندي 3 دايمنشن، عند 3 دايمنشن، يبقى انا لازم احدد اللوكيشن عن طريق 2 دايمنشن، عن طريق الرو والكولوم. طب هنا انا عندي 2 دايمنشن، يبقى عشان احدد اللوكيشن بتاع البايت بتاعي تنقص من الدايمنشن بتاعك واحد، يبقى دي 2 ده 2 دايمنشن، يبقى انا من خلال اللوكيشن بتاع الرو بس اقدر احدد البايت بتاعي. طب ده هو ده ما يعتبر، ده يعتبر 1D، 1D ما يعتبرش 2D، ده 1D. يبقى كده من زيرو لوكيشن، يعني مفيش، مش من خلال لوكيشن واحد اقدر، يعني مش لازم احدد اللوكيشن عشان اخزن فيه، هو عندي حاجه واحده بخزن فيها على طول. فمن هنا نطلع بالقاعده دي. لو انا مثلا قلت لك انا عندي الاري بتاعي مثلا في 20 دايمنشن، مش مشكله في 20 دايمنشن، يبقى انا عاوز كام فاريبل علشان يحددوا لي البايتس اللي انا هخزن فيه، يبقى انا هعوز 8 فاريبل، 19 فاريبل قصدي. تمام، هنا كان عندي 3 دايمنشن، يبقى انا كنت عايز 2 فاريبل، واحد للرو واحد للكولوم، واحد هيحدد لي الرو اللي انا هخزن فيه، واحد هيحدد لي الكولوم اللي انا هخزن فيه. لو قلت لك كان عندي 20 دايمنشن، الاري بتاعك عباره عن 20 دايمنشن، يبقى كده عدد الفاريبل اللي انا عشان اخزن، عشان اوصل لبايت معين لازم يكون عندي 19 فاريبل يحددوا لي اللوكيشن بتاعي. كده خلاص ما فيهاش مشكله، اشتغلنا فيها باستفاضه. نيجي لنقطه تانية بسيطه برضو، نيجي لحاجه تانيه، حاجه بسيطه بس لازم تكون عارفها. بيقول لك ان الاي سي بتاعت الداتا ستورج، سواء هي ايا كان نوعها، بس المهم ان هي ما هيش هارد ديسك، اي ميموري، الاي سي بتاعتها وليكن اللي هي بالموف اللي هي بره دي، بيقول لك الاي سي بتكون عباره عن مجموعه من الاري للميموري، سواء الاري بتاع 2 دي اري او مالتي دايمنشن اري، ايا كان نوع، المهم مش هتفرق معانا. اللي انا عايزك تعرفه دلوقتي ان الاي سي بتاع الميموري ستورج بيكون عباره عن مجموعه من الاريز اوف ميموري، سواء الاري بتاع 2 دي زي اللي احنا شفناه، او 3 دي او 4 دي او ايا كان اي دايمنشن يعني. المهم عايزك تعرف حاجتين بس في الحته دي. اول حاجه بيقول لك ممكن في نفس الاي سي بتاعتنا دي، نفس الاي سي دي، لو انا استخدمت مجموعه من البايتس مع بعضهم، وليكن انا استخدمت اول 2 بايت دول وسميتهم حاجه اسمها بانك، دول الاثنين مع بعض، دول اللي هم في نفس الاي سي دي، في نفس الاري، في نفس الاري ده، تمام، اول 2 بايت دول سميتهم بانك. ليه سميتهم بانك؟ علشان بستخدمهم في تخزين البيانات، اي انفورميشن انا بستخدمها دايما. يعني وليكن على سبيل المثال، انا دلوقتي وانا بفتح نسخه الويندوز، عايز مثلا ان النسخه بتاعتي تكون موجوده في مكان اعرف اوصل لها على طول، ما تهش مش كل شويه اعرف لازم اروح اشوف اللوكيشن بتاعها قد ايه واوصل لها بالظبط. لا، انا ممكن احدد مجموعه من البايتس عندي في ال 2 دي اري او 3 دي او ايا كان في الاري بتاعي، مجموعه من البايتس، واسميهم بانك، بحيث ان البنك ده، مفهوم البنك ده دي الانفورميشن بتاعتي عشان اوصل لها بسرعه من غير
محدد، وهيكون البنك ده معروف اللوكيشن بتاعه قد ايه، فانا عايز اروح اجيب اوصل للبنك بتاع مثلا الاوبريتنج سيستم، اوصل له على طول من غير ما اعرف اللوكيشن. المهم ان انا الجزء اللي انا عايزك تعرفه هنا ان انا ممكن لو رحت حددت مجموعه من البايتس مع بعضهم في نفس الاري، كده انا سميتهم بنك. طب وليكن ده هسميه بي 1 اللي هو البنك الاولاني، والتاني اتنين هسميهم بي 2، والتاني تلاتة هسميهم بي 3. المهم اللي انا عايزك تعرفه، لو اول اتنين من ده مع اول اتنين من هنا مع اول اتنين من هنا مع اول اتنين من هنا كلهم مع بعض يعملوا لي حاجة اسمها رانك. ثواني يبقى اول اتنين من كل array، اول اتنين بايت دول كلهم يعملوا لي حاجة اسمها رانك، تمام. طب لو انا حددت، تمام، طب انا بستخدم الرانك ده ليه؟ بس وليكن على سبيل المثال لو انا عندي array في لغة البرمجة، انا مثلا ايا كانت لغة البرمجة ايه، انا عامل array. الاري ده من خصائص الاري ان لازم تكون الداتا متخزنه جنب بعضها. طب اروح اخزنها بجنب بعضها في ايه؟ لازم اروح اخزنها جنب بعضها طبعا فرانك، فرانك دي كي، فرانك ار اي ان كي. يبقى الاري بيتخزن في رانك. طبعا بستخدم الرانك عشان اخزن مجموعه من الوردز. طبعا انا قلت لكم ان الورد هو عباره عن مجموعه من البايتس. عشان تسهل الموضوع على نفسك، لو انا مثلا عندي array عايز اخزن الاري في الميموري، لازم الاري يكون الداتا بتاعته جنب بعضها، يبقى انا ممكن اخزن الاري في نفس الرانك، تمام. ده كده الرانك الاولاني، ده كده الرانك الثاني، وهكذا، وده الرانك الثالث، وهكذا وانا ماشي كده. فمن النقطه دي انا عايزك تعرف حاجتين. لو انا عندي مجموعه من البايتس مع بعضهم في نفس الاي في نفس الاري، يبقى دول اسمهم بنك. لو البنك ده مع البنك ده مع البنك ده مع البنك ده، يبقى ده كله اسمه رانك، تمام. دول حاجتين يعني ما لهمش لازمه، بس لازم تكون عارفهم برضو كانفورميشن عندك. بستخدم البنك امتى؟ بستخدمه عشان لو انا عندي انفورميشن بستخدمها دايما فريكوانتلي، دايما عمال بستخدم، وليكن اي داتا خاصه مثلا الاوبريتنج سيستم. طبعا الاوبريتنج سيستم دايما عشان افتح اي فايل، اقفل اي فايل، اعمل اي حاجه على البي سي بتاعي او اللابتوب بتاعي، لازم بستدعي حاجات في الاوبريتنج سيستم. فكده الانفورميشن بتاعت الاوبريتنج سيستم انا عايز استخدمها دايما، يبقى انا خلاص اروح اخزنها في بنك، تمام. ومن خلال البنك ده اعرف اوصل له بسهوله، بدل ما اقعد اجيب اللوكيشن بتاع البايتس اللي انا مخزن فيها، وليكن ممكن يكون اللوكيشن بتاع البايتس ده واحد، واللوكيشن التاني في مكان مختلف، واللوكيشن التالت في مكان مختلف. لا، طب ما انا حددتهم في مكان واحد واسميه بنك، بس المكان الواحد ده لازم يكون في نفس الاي سي. طب لو انا حددت خزنتهم في اكتر من بنك، يبقى كده انا مخزنهم في رانك. الرانك هو عباره عن مجموعه من البنكس من في الاي في الـ في الاريز بتاعتي، مفيش مشكله. تطبيق على الرانك، ان انا لو انا عايز اخزن اري عندي في البرمجه اخزنه في رانك، مفيش مشكله في النقطتين دول. نيجي الحاجه بعد، نيجي دلوقتي للفانكشنز بتاعت الميموري. احنا خلصنا اليونتس بتاعت الميموري، وقلنا اليونتس ممكن تمشي للميموري يا اما بت يا اما بايت يا اما وورد يا اما حاجه اسمها بانك يا اما حاجه اسمها رانك. دول كده خمس حاجات لازم تكون انت عارف الفرق ما بينهم، تمام، مفيش مشكله. دلوقتي عايزين نشوف الفانكشن بتاعت الميموري. الميموري الفانكشن بتاعتها او الفانكشن اللي بتتم عليها هي تو فانكشن، يا اما ريد يا اما رايت. البيتس اللي عندك دي او المكان ده، المكان ده ممكن حاجه من حاجتين، يا اما في بيتس انت عايز تقراها، يا اما في انفورميشن انت عايز تقراها، يا اما انت عايز تكتب عليه انفورميشن او تكتب عليه بيتس، يعني مفيش مشكله. فنيجي للسيناريو بتاعنا، نشوف السيناريو المفروض ايه اللي يحصل. وليكن على سبيل المثال انا عايز اقرا مثلا، انا عايز اقرا، انا هنا انا حطيت لك ان الريد والرايت عليهم نيجيشن، يبقى المفروض رقم واحد اخلي الانبوت بتاع الريد بزيرو، بزيرو يبقى معناه
ان انا هشتغل كريم، مفيش مشكله. بعد كده لازم اعرف اللوكيشن بتاع البايت اللي انا هقرا منه، هعمل عمليه قرايه. يبقى في البدايه كده عشان نرتبه افكار، اول حاجه لازم اعرف اللوكيشن اللي انا هشتغل عليه، تمام؟ يبقى رقم واحد لازم اروح اعرف اللوكيشن اللي انا هشتغل عليه. ده اللوكيشن بتاعي، المفروض انا عندي كام، عندي كام بايت؟ ادي 1 2 3 4 5 6 7 8، عندي 8 بايت. يبقى كده علشان احط لكل واحد ستيت او احط لكل واحد رقم، يبقى المفروض همثل الداتا من خلال 3 بت، همثل اللوكيشن من خلال 3 بت، تمام؟ وليكن مثلا 0 0 ولا خليها مثلا 0 1 1، تمام؟ اول ما اقول لك 0 1 1 كده معناه ان انا عايز اقرا البيت رقم 3، ده رقم البايت رقم 3، ده 0 وده 1 ده 2 ده 3. يبقى انا هروح للوكيشن رقم 3 ده، اروح اعمل كده، انا وصلت للوكيشن بتاعي. تاني حاجة، يبقى رقم واحد لازم تروح تشوف توصل للوكيشن بتاعك اللي انت هتشتغل عليه، ده رقم واحد. رقم اتنين، تروح تشوف الانفورميشن بتاعت، انا بعمل ريد، يبقى تاني حاجة ان انا ادخل الانيبل بتاع الريد اخليه بزيرو، تمام؟ رقم تلاتة، اخد كوبي من الداتا دي اطلعها على الاستريم بتاعي، وطبعا ده بايت 8 بت، يبقى المفروض الاستريم اللي هيستقبلها 8 بت، 8 بت المينيموم 8 بت، لو اكتر مفيش مشكله، بس ما ينفعش يكون هنا 8 بت ويكون انا استقبلها في 3 بت، طبعا مش هينفع. فالاستريم على الاقل المينيموم بتاعه يكون قد اللينس بتاع البايت او اللينس بتاع الحاجه اللي انا بقراها، سواء بايت او وورد، مش مشكله، تمام؟ اللي انا عايزك تركز فيه، ممكن هو يديك اللوكيشن ده يديهولك مثلا مفتوح، مش مديك اي حاجه، بيقول لك المفروض الادرس بتاعي ده امثله في كام بت. فانا مثلا وليكن على سبيل المثال، على سبيل المثال مثلا انا عندي عدد الروز، عدد الروز اللي هو كل رو يعتبر عندي بايت، ده 2 دي اري، يبقى كل رو يعتبر بايت، مفيش مشكله. عدد البايتس عندي 51، وليكن 51 بايت او 51 رو، اشوف المفروض الادرسيس ده اسمه ادرسيس او ادرس، المفروض يكون كام بت. ال 51 ده اغطيه بكام بت من او يتغطى برقم كام من مضاعفات الاثنين، مضاعفات اثنين 1 2 4 8 32 16 32 32 لا 64. يبقى ممكن اغطي ال 51 ب 64، 64 اللي هي 2 اس كام يا عم؟ 2 اس 6. يبقى انا كده امثل اللوكيشن بتاعي او الادرس بتاعي هيكون عباره عن 6 بت. هنا كان عندي 8، يبقى انا ممكن امثلهم في، عندي هنا عدد الروز 8، يبقى انا كده ممكن امثلها في 8 في 8 بت، 8 اللي هي 2 اس 3، يبقى انا امثلها في 3 بت، بجيبها كده مفيش مشكله. طب لو انا عاوز اعمل عمليه رايت، رايت يعني اكتب، المفروض اعمل ايه السيناريو بتاعي بقى؟ اعمل ايه؟ رقم واحد، احدد اللوكيشن اللي انا هكتب فيه، وهو هيكون الرقم هنا اخده بس اوصل للوكيشن، وليكن مكتوب هنا 7 1 1 1 لو 3 1، يبقى المفروض هو اخر بايت عندي ده او اخر رو ده اللي هو في الاخير ده، كده رقم واحد اللي انا هحدد الادرس بتاعي. رقم اتنين، اروح اجيب الداتا اللي عندي اللي انا عايز اقراها اكتبها احطها في الستريم بتاعي اللي هو هنا ده، تمام؟ وشكل السهم مش هيكون الداتا خارجه كده، لا الداتا هتكون داخله، السهم هيكون مقلوب، السهم هيكون داخل كده، مفيش مشكله فيه ده، تمام؟ فالداتا هتكون داخله. فالمهم رقم اتنين ان انا اجيب الداتا اجهزها على الستريم بتاعي. رقم ثلاثه، اقول له اعمل لي عمليه الرايت، تمام؟ فهنا عايزك تركز في حاجه، وانا بعمل عمليه ريد كنت الاول لازم احدد اللوكيشن او الادرس بتاعي. رقم اتنين، اقول له هتعمل لي عمليه ريد. رقم ثلاثه، اخد كوبي ارميه هنا. فهنا عمليه الكوبي هي العمليه رقم ثلاثه. اما في عمليه الرايت، اول حاجه بحدد اللوكيشن، رقم اتنين بجيب الداتا من المكان اللي هي فيه، سواء هي موجوده
عند اليوزر في اي مكان ايا كانت، اروح احطها على الاستريم. فدي رقم واحد. رقم اتنين اجيب الداتا احطها في الاستريم. رقم تلاتة اقول للميموري يا ميموري انت هتشتغلي كرايت، مفيش مشكلة انت هتشتغلي كرايت. فهنا نعرف ان عملية الريد والرايت في اختلاف في السيكونس بتاعها، مفيش مشكلة. نيجي نشوف مثلا لو انا شغال ك3D اللي هو بالكيوب، نيجي هنا وليكن هو بيقول لي اعمل لي عملية الرايت، شوفها هتشتغل ازاي. رايت على 3D الري ده او 3 دايمنشن الري، مفيش مشكلة. اول حاجة انا عشان اعمل رايت رقم واحد قصدي اعمل في البداية نعمل ريد وبعد كده نعمل رايت، مفيش مشكلة. نعمل ريد الاول مفيش مشكلة. رقم واحد لازم احدد هنا انا عندي 3D array، يبقى انا كده عدد عاوز كام variable عشان احدد اللوكيشن بتاعي. قلت لكم عدد الدايمنشن انقص منها واحد، هنا كان عندي 2D array يبقى انقص من الاثنين واحد يبقى واحد. يبقى انا كنت بحدد اللوكيشن عن طريق variable واحد اللي هو بيحدد لي عدد الرو. اما هنا 3D array يبقى انا كده لازم استخدم 2 variable، واحد للرو واحد هيكون للكول. تعال نشوف ازاي بقى هتمشي ازاي. اول حاجه هنا وبيحدد لي قال لي هنا انت هتشتغل على الرو رقم 011، ده الادرس بتاعه اللي هو رقم 3 ده 0 ده 000 001 010 011 اللي هو ده. يبقى انا هشتغل على الرو ده مفيش مشكله فيه. هشتغل على اني كولوم فيه بقى؟ هنا بيقول لك هتشتغل على الكولوم رقم 5 يبقى 0 1 2 3 4 5. يبقى انا هشتغل على ده تمام. تعالى عشان تفهموا اكتر نخليها مثلا هنشتغل على الكولوم رقم 6، خلي اكن ده 1 وده اللي 0. رقم 6 يبقى المفروض اللي هو الكولوم ده، يبقى المفروض هشتغل على البيت ده في من ورا منه 7 بيت غيره لهم الجزء ده، هو شغال 3D يبقى ده كله دول الجزء اللي انا محدده ده القطاع اللي هو بالنسبه للزد ده، القطاع الطولي بالنسبه للزد ده عباره عن 8 بت هشتغل عليهم مفيش مشكله. حددتهم ازاي؟ حددتهم عن طريق الرو، عن طريق الرو والكولوم وصلت للبايت اللي انا هشتغل على اللي هي دي بعد منها في 7 بت تحت منه مفيش مشكله اللي هو الجزء ده عشان انا شغال 3D. خلاص كده انا حددت اللوكيشن او الادرس بتاع اللي هو ده. رقم 2 انا بعمل عمليه ريد، يبقى رقم 2 اروح اقول له انت هتعمل لي عمليه ريد، يبقى اروح للجزء ده اخد منه كوبي ارميه على الاستريم بتاعي. طب لو انا كنت عايز اعمل الجزء ده اعمل فيه رايت، يبقى رقم 1 بحدد اللوكيشن، رقم 2 بروح اجيب الداتا ايا كان هي موجوده فين، اروح ارميها في الاستريم بتاع او اخزنها في الاستريم اللي هو بيكون ده الاستريم بتاعي. رقم 3 اروح اقول له اعمل لي عمليه رايت، فهياخد كوبي من الاستريم يروح يخزنه في اللوكيشن اللي انا محدده مفيش مشكله فيه. كده عرفت عمليه الريد وعمليه الرايت بتمشي ازاي. لو هو بيقول لك انا عندي 5 دايمنشن، يبقى انا كده لازم استخدم 4 فاريبل عشان احدد اللوكيشن. اول ما اوصل للوكيشن المظبوط اروح اعمل عمليه الريد او الرايت اللي انا عايزها، مش هيكون فيها مشكله. كده انا عرفت الفانكشن بتاع الميموري وعرفت اليونتس بتاعت الميموري. ندخل بقى على انواع الميموري، نيجي بعد كده الميموري عندنا انواع الميموري. في احنا قلنا ملناش دعوه بالهارد ديسك خالص، اما انواع الميموري اللي عندنا المفروض يا اما عندك يا اما رام يا اما روم. الفرق ما بينهم ببساطه ده فولاتايل ده نون فولاتايل، ده الاستخدام وده الاستخدام تاني خالص. المفروض عندنا اي ابلكيشن البروسيسور عايز يتعامل معاه تمام، او اي ابلكيشن انت عايز تشغله او اي فايل انت عايز تشتغل فيه، المفروض البروسيسور بيروح يجيبه من الهارد يروح يخزنه في الرام والبروسيسور يتعامل معاه، وبعد كده بعد ما يخلص تعامل معاه فيمسح ويشيله ويجيب غيره وهكذا.
فدي فايدة الرام، والمفروض ده يعني في كورس عندكم اسمه داتا ستراكشر بيتكلم عن الموضوع ده. الروم في حاجات معينة المفروض انا احفظها اسمها ريد اونلي ميموري، دي ليها في برامج معينة المفروض انا احفظها دايما عندي على البي سي يعني او على اللابتوب، ما ينفعش تتمسح. وليكن في برنامج اسمه البايوس اللي هو البيزك انبوت اوت بوت سيستم، ده المفروض برنامج بيعمل لك تشيك قبل الكمبيوتر بتاعك ما يشتغل، بيشوف لو في عندك اي ايرور حصل في الشاشه، في الهارد، في الميموري، لو في اي ايرور او اي فيلير موجود المفروض الكمبيوتر بتاعك او اللابتوب بتاعك ما يفتحش. عشان كده عمر ما تلاقي اي جهاز بيفتح وتلاقي فيه مشكله في السكرين او في الهارد ديسك او كده، لو في مشكله من البدايه ما بيفتحش. طب البرنامج اللي بيتشك على العمليه دي في مشكله ولا ما فيش مشكله، ولو في مشكله ما يفتحش، ايه هو؟ برنامج اسمه البايوس، دي الشركه اللي عامله اللابتوب نفسه، وليكن على اللابتوب بتاع مثلا ديل، يبقى شركه ديل هي اللي بتعمل البرنامج ده وتخزنه على ذاكره، المفروض ما ينفعش البرنامج ده يتمسح ابدا، ما ينفعش يتمسح. يبقى ده غير ان الشركه هي اللي تعمل اعاده ضبط مصنع للبرنامج ده، غير كده ما ينفعش، محدش يقدر يعني من على الجهاز بتاعك ما تعرفش. فده اسمه برنامج البايوس، او في يعني في حد معين ممكن يعرف، بس يعني اليوزر العادي ما يعرفش يمسح البرنامج ده. فالبرامج اللي زي دي المفروض تكون موجوده على ذاكره او على ميموري نون فولاتايل، مش متطاير. اما الرام طبعا ان هي متطايره او فولاتايل زي ما بنقول. الرام بتاعتنا في منها نوعين، في منها ستاتيك وفي منها دايناميك، مفيش مشكله. والستاتيك هندرس عندنا في منها نوعين، في سينكرونس متزامن مع التايم، او اسينكرونس يعني مش متزامن مع التايم بتاعنا، مفيش مشكله. عايز بس اوضح لك كده انت عرفت الهيراركال اللي احنا هنمشي عليه. احنا كنا قبل كده في الجزء اللي انا شرحته قبل كده قسمنا ان الميموري، قلنا في تقسيمتين من وجهة نظر الفانكشن، الميموري اللي بيتعامل عليها فانكشن تو فانكشن، يا اما ريد يا اما رايت مفيش مشكله. او لو قسمت الميموري على حسب وجهة نظر اليونت، ممكن الميموري او اللي هي عبارة عن مجموعة من البيت او مجموعة من البايت او مجموعة من الميموري، مجموعة من البانك او مجموعة من الرانك. ممكن يجي لك مسألة مثلا يقول لك الميموري بتاعك فيه كام رانك، يقول لك مثلا انا عندي 3000 بت وعندي الورد عبارة عن 2 بايت، يبقى انا مثلا عندي كام وورد؟ مش مشكله، هتقسم ال 3000 بت على 8 يديك عدد البايت، تقسم البايت اللي هيطلع لك ده تقسمه على 2 يديك عدد الوورد. وليكن مثلا كان بيقول لك ان البنك عباره عن 12 بايت، يبقى تقسم عدد البايت اللي هيطلع لك على 12 يديك عدد البنك، تمام. وبيقول لك مثلا الرانك عباره عن 7، لا ممكن يقول لك ان الرانك عباره عن 7 شيب، انا عارف ان البنك موجود في الشيب الواحد بس، وبعد البنك اللي هيطلع لي من هنا اقسمه على 7 يديني عدد الرانك اللي عندي. تعال نكتبها افضل علشان تفهموها اكتر. بسم الله. وليكن انا عندي مثلا قلت لكم 3000 بت الميموري بتاعي، عايز اعرف، تمام، وبيقول لك ان البنك فيه 7 بايت، تمام، والرانك بيقول لك مباشر بسبعة بنك، يا اما يقول لك 7 شيب. 7 شيب مقصود بقى اللي هي 7 رانك، طبعا 7 بنك، كل طبعا احنا قلنا كل بنك موجود في شيب، يبقى 7 شيب، يبقى كل شيب فيها بنك، يبقى 7 بنك مقصود بقى 7 بنك، تمام. فالمهم عشان اعرف عدد الرانك اللي عندي اقسم ال 3000 بت على 8 يديني عدد البايت، تمام. وليكن على سبيل المثال طلع لي 3 مثلا، وليكن على سبيل المثال
نقول كام ده متقسم على 8 تقريبا، يعني هيكون في قول مثلا هنقول 380 بايت، اي رقم تمام، يبقى كده 330 بايت مفيش مشكلة. البنك بتاعي فيه 7 بايت، يبقى اقسم الرقم ده على 7 يديني عدد البنك، وليكن على سبيل المثال طلع لي عدد البنك كده 5.2 مثلا، 5.2 بنك، وليكن عشان الرقم يكون كبير خلاه مثلا طلع لي عدد البنك 70 بنك، يبقى كده عدد الرانك كام؟ أقسم عدد الرانك، يبقى الرانك بتساوي عدد البنك اللي عندي أقسمه على 7، يبقى 70 على 7 يبقى بتساوي 10 رانك، ما فيهاش مشكلة. إن والتقسيمة بتاعتنا دي قلناها ما فيش مشكلة. نيجي ندخل على أول نوع عندنا اللي هو الرام. في البداية بس عاوز أوضح الفرق ما بين الاستاتيك والدايناميك. عندنا دلوقتي علشان أحفظ الداتا بتاعتي ممكن أحفظ الداتا بتاعتي في ترانزستور، مش مشكلة في ترانزستور، أو ممكن أحفظها في كاباستور. الكاباستور اللي هو الكاباستور اللي احنا خدناه ما فيهوش مشكلة طبعا، انت عارفينه مشكلته اللي هو ليه تو ستيت، تشارج وديس تشارج، كل شوية الشحنة اللي هو بيحفظها بعد فترة بتقل منه، بتقل وممكن توصل لغاية زيرو. يعني وليكن انا شحنته بخمسة فولت، بعد ثانيتين هتلاقيه 4.5، بعد ثانيتين هتلاقيه 4، يفضل يقل. فهنا في حالة الدايناميك محتاج دايرة، كل ما الكاباستور بتاعي اللي موجود في الميموري كل ما يقل او كل ما يعني ينزل عن حد معين اعمل له تشارج تاني. فانا كده محتاج دايره تعمل له ريفرش كل ما التشارج اللي فيه تقل يزودها تاني ويوصلها للماكسيمم بتاعتي. فهنا مش الفرق ما بين الاستاتيك والدايناميك، الاستاتيك دي الداتا اللي فيه محفوظه ما فيهاش مشكله، اما الدايناميك محتاج دايره تعمل له ريفرش. طب ما ممكن واحد يقول لي طب ليه احنا نستخدم الدايناميك ما نستخدم الاستاتيك على طول؟ الاستاتيك غالي اكسبنسيف، اما ده رخيص، عشان كده احنا ممكن بعض السيستم يستخدم الدايناميك وبعض السيستم يستخدم الاستاتيك. المشكله الفرق ما بينهم ده بيستخدم الكاباستور، ده بيستخدم الترانزستور. الكاباستور مشكلته ان هو بيحصل له ديستشارج وبعد فتره، بعد كل فترة المفروض أعمل له ريفريش. فأنا لازم في دايرة كده أو في حاجة أو في كومبوننت بتعمل ريفريش ليه دايما. أما الاستاتيك مفيش مشكلة فيه. والاستاتيك ده عندنا هيكون في نوعين، في سينكرونس في أسينكرونس. هنبدأ بالجزء بتاع الأسينكرونس، نبدأ بيه مفيش مشكلة. دي يا شباب طبعا دي الاي سي بتاعت الاستاتيك رام، ده عدد ده الادرسز بتاعتي بتدخل هنا مفيش مشكله، وده الاوتبوت، وده حاجه اسمها كنترول. نعرف بس الادرسز دي الارقام اللي مديها لك ده معناه ان المينيموم بتاعنا زيرو، الماكسيموم الرقم ده اللي هو عباره عن كام؟ عباره عن ايه؟ عباره عن 2 اس ده 2 اس 15، دول كام بت؟ دول من 0 ل 14 15 بت، 2 اس 15 هتلاقيه يوصل لك لل 2 اس 15 ناقص 1، انا اقص من 1 عشان انا بادئ من 0، يبقى 2 اس 15 ناقص 1 تلاقيه يطلع لك الرقم ده مش مشكله فيه. يبقى ده الرقم ده اعرف منه ان الماكسيموم والمينيموم بتاع الادرسيز بتاعتي. بعد كده نشوف الانيبل دي. الانيبل دي بيقول لك ان الاي سي دي عشان اشغلها لازم في حاجه اسمها التشيب سيلكشن. التشيب سيلكشن دي لازم تكون بزيرو علشان الدايره تشتغل. بوصل ده بزيرو ما فيهاش مشكله. انا عندي بقى تو فانكشن، الريد والرايت.
قالك بدل ما اعمل ده ليه ليه انبوت لوحده وده ليه انبوت لوحده، ممكن نستخدم انبوت واحد، بحيث ان الانبوت ده لو كان بوان يبقى اعمل ريد، لو كان بزيرو اعمل رايت. عشان كده عامل لك عمليه الرايت بداش داش، معناه ان لو الانبوت ده بزيرو يبقى بيعمل عمليه رايت، لو كان بوان يبقى بيعمل ريد. طب في حاله ان هو بيعمل ريد يبقى انا عايز اشغل الجزء ده الجزء ده. بس في هنا مشكله لازم عشان تعرفوها كويس ناخدها بالمره. هنا الاوتبوت مش سلكي خارجي وخلاص، ده الاوتبوت متصل بحاجه اسمها تري ستيت. التري ستيت حاجه عامله كده، حاجه اسمها الاوب ام او الاوبريشنال امبليفاير. طبعا انت تقريبا خدتوه في الفيزياء. الاوبريشنال امبليفاير عامل كده يا شباب، تمام؟ ده هنا انيبل، انيبل، والانيبل ده داخل هنا بزيرو، معناه ان ده وليكن ايه، وهنا الاوتبوت، تمام. الايه ده بيطلع كانه هو الاوتبوت في حاله ان الانيبل بتاعي شغال. الانيبل بتاعي بيشتغل امتى؟ لما يكون بزيرو. تخيل دي اسمها تري ستيت. تري ستيت عشان لها ثلاثه ستيت. اول حاجه لو ده دخلت بزيرو ده تطلع بزيرو، ولو دي دخلت بوان تطلع بوان، كده تو ستيت. والستريت الثالثه بقى لو في حاله ان هو الانيبل بوان يبقى نو تشينج، كده لها ثلاثه ستيت. الاوتبوت بتاع ده يا اما بزيرو يا اما بوان يا اما الانيبل مش شغال، كده عندي ثلاثه ستيت. تخيلها عامله كده، تمام. ده الاوتبوت وده الانبوت، الانبوت هنسميها اي، ماشي. والانيبل بتاعي عامل كده، تمام. وده الانيبل. فالانبوت ما بيتصلش بالاوتبوت غير لما يكون الانيبل شغال. عندنا بيشتغل لما يكون بزيرو، لما يكون بزيرو هتلاقي الدايره كملت عندك. فعلشان كده لازم في البدايه علشان اطلع اوتبوت من هنا لازم اشغل الانيبل. الانيبل اللي هو الاوتبوت انيبل ده ادخله بزيرو. اول ما يدخل بزيرو معناه ان هو دخل. العلامه دي علامه يا شباب الاوب ام اللي هو الاوبريشنال امبليفاير ده، تمام. او تقول عليها ثري ستيت، ثري ستيت او الاوبريشنال امبليفاير او الامبليفاير، اي مسمى مش هيفرق معاك، المهم تكون انت فاهمه يعني. المهم اول ما تلاقي ده بزيرو بالزيرو ده بتوصل يعتبر انيبل على كل التري ستيت دول، وكده الاوتبوت بتاعنا يطلع ما فيهوش مشكله. يبقى كده علشان اشتغل كريد لازم ادخل ده 1 ودي تخش كزيرو ودي تخش ك1 وطبعا دي تدخل كزيرو. طب لو انا شغال كرايت طبعا مش هستخدم ده خالص، تمام. يبقى ده ادخلها ك1 مفيش مشكلة، ودول يشتغلوا عادي مفيش مشكلة فيهم، ودي تخش عندي بزيرو، تمام، مفيش مشكلة كده. تعال بقى نشوف أول نوع عندنا، اللي هو الأسينكرونس. الأسينكرونس بيشتغل إزاي؟ أول حاجة تعال نشوف الميموري نفسها. الميموري نفسها عبارة عن 3 دايمنشن. أول دايمنشن اللي هو الرو، تاني دايمنشن اللي هو الكولوم، تالت دايمنشن اللي هو 8 بت. بقى عبارة عن 256 رو كده تحت بعض و 128 كولوم جنب بعض، والدايمنشن التالت اللي هو الزد ب 8 بت، 8 بت كده، تمام، في اتجاه الزد اللي هو الدايمنشن التالت. يبقى أنا عندي 3 دايمنشن، يبقى أنا لازم عندي 2 فاريبل اللي هو 3 ناقص 1، يعني 2 فاريبل عشان يحددوا لي اللوكيشن. اول فاريبل هستخدمه للرو، ثاني فاريبل يكون للكولوم، مفيش مشكله. تعالى بقى نشوف تشتغل ازاي الكومبوننت دي. الكومبوننت دي ده الادريسز مفيش مشكله، ده الرو وده الكولوم مفيهوش مشاكل. بعد كده تعالى نشوف هنا في حالة مثلا وليكن على سبيل المثال أنا عايز أشتغل كريد.
كريت يبقى رقم واحد ادخل ده كوان، فيدخل كوان هنا مفيش مشكلة. وبعد كده طبعا الشيب سيلكشن لازم تدخل كزيرو، خلاها كزيرو، والاو اي ده هيدخل روخر كزيرو مفيش مشكلة. لا اخد الاند ما بينهم، ده هيديني 1 وده هيكون بوان، وده هاخده كزيرو، 1 وزيرو هيدوني زيرو. يبقى كده في الدايرة دي انا هكتب، تعال عشان تفهموها كويس. اول حاجة انا عاوز اعمل عملية ريد، يبقى هدخل الاو ايه ده هدخله بزيرو تمام، والسي اس اللي هو اللي تشيك سيلكشن ده اخليها بزيرو، وال دبليو اي هخليها بوان عشان اعمل عملية ريد. فكده الانبوتس عندي دي لو دخلتها على الاي سي دي تديني 1، لو دخلتهم على الاي سي دي هتديني 0. تعال نشوف لو اي لما اخدها بالنيجيشن هتديني هنا 0، 0 مع اي حاجة هنا ايا كان، 0 مع الوان هتديني 0 مفيش مشكلة. فهنا 0 هتخش على الاوب ام داخل كانيبل، كانيبل يبقى مش هيشغل السيركت دي، يبقى السيركت دي مش هتشتغل مفيش مشكلة. بعد كده الوان ده هيدخل كانيبل هنا وهنا، فادخل كانيبل، انا بعمل عملية ريد، ادخل كانيبل هنا يبقى هينقل الداتا اللي هتكون هنا تطلع على الاوتبوت، يبقى الداتا هتطلع لي من هنا الجزء ده في اول جزء هنا ده بتاع الادرس، ثاني الجزء ده بتاع الاوتبوت، فالاوتبوت بتاعه هيطلع من هنا، يطلع خلاص يطلع كاوتبوت هنا مفيش مشكلة. يهمني بس لما ده يكون بزيرو ده يكون بوان، مين الاوب ام اللي هيشتغل ومين مش هيشتغل. دول طبعا الزيرو ده هيدخل هيعمل نوتش ايه، هيعمل يبقى الانيبل بتاعي مش شغال، يبقى الاوب ام دول دولت مش هيشتغل، اما دولت اللي هيشتغلوا يبقى ينقلوا الداتا من الانبوت هنقلهم على الاوتبوت، يبقى الداتا هتطلع لي كده. طب في حاله ان انا بعمل عمليه ريد رايت قصد رايت، يبقى الدبليو اي هتكون عندي بزيرو، والاو اي اللي هو الاوتبوت انيبل طبعا مش عاوز يطلع اوتبوت، بخليه بوان بوان عشان ما يشتغلش يعني تمام. وطبعا السي اس اللي هي الانيبل بتاع الدايره هخليها بزيرو عشان تشتغل. دخل لي بقى الانبوتس دي على الاجزاء دي، فهنا سي اس اللي هي الزيرو بعمل لها نيجيشن تبقى هنا تبقى بوان، والدبليو اي بزيرو بعمل لها نيجيشن تبقى بوان، 1 1 مع الاند تديني 1 مش مشكله. دخل لي نفس الانبوتس دي هنا هتلاقيها طلعت بزيرو، يبقى دول مش هيشتغلوا. نيجي هنا الانيبل ده، يبقى الانيبل ده هيشتغل، والانبوتس انا بعمل عمليه رايت، الانبوتس هتدخل كده تدخل على الانبوت داتا كنترول، بعد كده ايه هتدخل على البيتس بتاعت ما فيهاش مشكله. فكده شغل الاسينكرونس ستاتيك رام ما فيهوش اي مشاكل. يهمك هنا الدايجرامز سهله طبعا تترسم، يهمني ان انت تفهم في عمليه الريد السي اس والدبليو اي والاو اي دول فايدتهم ايه، وازاي في عملية الريد بيشتغلوا وازاي في عملية الرايت بيشتغل مفيش مشكلة فيه. تاني نوع عندنا اللي هو السينكرونس ستاتيك رام تمام. السينكرونس ستاتيك رام عايزين نفهم دلوقتي ده الدايجرام بتاعه، عايزين نفهم بس هو شغال ازاي. اول حاجة هو عبارة عن 2 دايمنشن 32 كيلو، بدول 32,000 رو تمام في 8، يبقى كده ال 2 دايمنشن هم 2 دايمنشن بس، يبقى انا كده هستخدم فاريبل واحد عشان يحدد لي اللوكيشن اللي هو الرو ده، مش عشان كده مش حاطط للكولوم وحاطط للرو بس عشان هم 2 دايمنشن، يبقى انا استخدم فاريبل واحد بس عشان احدد البايت اللي انا عايز اوصله مفيش مشكله.
نيجي دلوقتي الـ input address اللي هو ده السايز بتاعه بدخله 15 بايت 15 بيت قصدي تمام 15 بيت هياخد اول 2 بيت يدخلهم على حاجه اسمها البرست لوجيك ايه البرست لوجيك ده البرست لوجيك ده كل فائدته يا شباب ممكن من خلال الادرس الواحد اللي داخل لي هنا اللي داخل لي هنا احوله لاربعه ادرس واعمل عليهم بقى العمليات اللي انا عايزها يبقى الادرس الواحد اللي داخل لي من هنا ممكن احوله لاربعه ادرس تعال نفهم بالراحه ازاي ده وليكن يا شباب ايا كان هو 15 بت 15 بت دول هقسمهم 13 واول 2 تمام مفيش مشكله دول ايا كانت ايه الداتا بتاعته فدلوقتي هياخد اول 2 لو البراست لوجيك كنترول ده لو كان ب 1 يبقى الدائره دي هتشتغل هتطلع لي عدد الاحتمالات لعدد البيتس اللي عندنا مدخله 2 بت مدخله هنا 2 بت يبقى هيطلع لي 2 اس 2 ب 4 اربع احتمالات يبقى هيطلع لي 0 0 ونفس ال 13 ادرس دول انزلهم تاني 0 1 ونفس ال 13 ادرس انزلهم تاني 1 و 0 ونفس ال 13 ادرس انزلهم تاني 1 1 ونفس ال 13 ادرس انزلهم تاني يبقى كده ال 15 ادرس قسمهم 13 و2 انا عرفت ليه قسمهم 13 و2 ازاي اهو هو خد في البراست خد 2 اول 2 وخد ال A0 وال A1 يبقى انا عرفت ان هو بياخد اول 2 انا قسمتهم هنا 13 واول 2 دول بقى هعوض عنهم ب 0 0 0 1 1 0 1 1 نيجي لسؤال منطقي لو كان مدخل لي هنا 3 بت مش 2 بس يبقى كده الادرس الواحد هيحوله لكام ادرس تعال نشوف هم 15 يبقى هيقسمهم 12 لوحدهم و3 لوحدهم الثلاثه دول ممكن يجيبوا لي كام احتمال الثلاثه ممكن يجيبوا لي 8 احتمالات تمام يبقى الادرس الواحد هيحوله ل 8 ادرس 8 ادرسيز وال 8 ادرسيز دول هيعمل بهم اي عمليه هو عاوزهم بقى فده افضل ده افضل بدل ما يقعد لو عاوز يعمل مثلا 8 عمليات يا شباب وعاوز يعمل مثلا 8 عمليات الحل التقليدي بتاعنا ادخل الادرس وادخل العمليه واشتغل والادرس بتاعي بدخل 15 بت العمليه الثانيه ادخل ثاني 15 بت وادخل نوع العمليه واشتغل البت وبعد كده ادخل الادرس الثالث الادرس الرابع فده افضل ادخل 15 ادرس تمام طب لا ما قال لك خلاص الثمان عمليات انت هتدخل لي الانبوتس الكنترول انبوتس عندنا سواء ريد او رايت او وهكذا وادخل الداتا اللي انا هشتغل عليها بس وما تقعدش تدخل لي الثمانيه ادرس انت هتدخل لي ادرسز واحد بس وانا هجيب الباقي من البراست لوجيك ده وادخل لها 3 بت اما هنا كان مدخل لها 2 بت فكده عدد الاحتمال عدد الادرسز اللي هينتجهم هيكونوا 4 بت 4 ادرسز قصدي تمام والاربعه ادرسز هيدخلهم على الادرسز ديكودر الديكودر اللي هو بيحول لي من الباينري اللي داخل لي ده هيحوله للديسيمال ويوصل للرو اللي انا اشتغل عليه ما فيهوش مشكله كده تعال نمسح ده كله عشان نعرف نشتغل خلاص بعد كده لو كان هو عاوز يعمل عملية لو هو عاوز يعمل عملية رايت فيدخل ده يدخل ده بزيرو مفيش مشكلة وهكذا هيفضل شغال وده طبعا طالما انا بعمل عملية رايت يبقى ده هيخش ده هيفضل يبقى ده هيفضل بون يعني عشان ما يشتغلش مفيش مشكلة والسي اس ده هتدخل طبعا بزيرو عشان الدائرة تشتغل تلاتة هيجمعهم كده لو لقى نفسه والدايره دي بتحدد لي ان انا شغال ريد او رايت لو كان لو شغال رايت فبتدي سيجنال للجزء ده لو شغال ريد بتدي سيجنال للجزء ده في حاله ان هي شغاله كرايت يبقى كده الداتا بتاعتك هتجيلي من الانبوت اوتبوت ده تدخل على الريجستر بتاعي
وده الكلوك طبعا، والريجستر هينقلهم على الجزء بتاعي. هنا الريجستر بتاع السايز بتاعه بقد ايه، وبسايز الدايمنشن بتاعي هنا 8، يبقى السايز بتاعه 8 مش مشكله. بعد كده لو كنت انا شغال كريد يبقى ده هيدخل كوان، وده هيدخل كزيرو، وده طبعا هيدخل كزيرو. تلاقي الدايره تشتغل، هتدي سيجنال للجزء ده، يبقى الداتا هتتنقل من الميموري بتاعي على للبفر، وبعد كده تطلع زي ما تطلعها زي ما انت عايز بقى، ما فيهاش مشكله. يبقى ده الجزء بتاع سينكرونس. لو ملاحظ الكلوك بتاعك داخل على كل الاجزاء اللي عندك، كل الاجزاء اللي عندك ما عدا طبعا البراست، عشان البراست مش معتمد. لا كمان اهو مدخل البراست، ما فيش مشكله عشان يطلع مستخدم الكلوك في البراست عشان يطلع عدد الادرسيس في كل كلوك، بيطلع ادرسيس مختلف. تمام، ما فيش مشكله فيه. كل الكومبوننت بتاعتك داخل لها الكلوك. بعد كده عاوزين نشوف كده، احنا خلصنا الاس رام اللي هي الاستاتيك رام، سواء سينكرونس او اسينكرونس. ندخل على الجزء اللي بعد كده. هنا بيقول لك حاجه تانية بيفهمك يعني ايه كاش. والكاش طبعا زي ما انتم عارفين بستخدم الكاش دي، هي حاجه وسيط ما بين الميموري والبروسيسور. طبعا انا قلت الميموري دي كل علاقه، كل فايده الميموري ان انا مثلا لو انا عايز داتا دلوقتي، لو انا عايز اخلي البروسيسور يتعامل مع برنامج معين، لازم اجيب البرنامج بتاعي احفظه في الميموري واخلي البروسيسور يتعامل معاه، مفيش مشكله. طب وليكن وعلى سبيل المثال ابسط حاجه ممكن تفهمك لازمه الكاش دي، لو انا مثلا عايز اجمع رقمين، تمام، اجمع رقمين، فالمفروض او مش اجمع رقمين، لو انا مثلا عايز اضيف، لو انا عندي رقم ايه عايز اضيف على الايه ده ازوده بواحد، فدلوقتي اول حاجه البروسيسور الايه هنا مثلا البروسيسور عاوز يشوفه بكام عشان يزود. البروسيسور اول حاجه عنده الايه، عايز يضيف على الـ A واحد ويخزنه تاني في قيمة جديدة، فبدل ما يفضل يروح ويجي ممكن أي فاريبل البروسيسور بيتعامل معاه ممكن يحفظه في الكاش بتاعتك دي. يعني أنا بعمل أي عملية حسابية، فالأرقام بدل ما أفضل أوديها وأجيبها من الميموري للبروسيسور ممكن أخزنهم في الكاش دي، فيكون سهل عليا إن البروسيسور سهل إن هو يوصل. محدش يقول لي هو مش مسافات، يعني ما تقولش مش ده قريب عشان جنب البروسيسور وده بعيد، لا، كل ما يكون الميموري بتاعك السايز بتاعه صغير كل ما كان البروسيسور يقدر يتعامل معاه بسرعه ويوصل للداتا بتاعته بسرعه. ففايده الكاش، ميزه الكاش في ان هو مساحته صغيره، مش ان هو هنا قريب من البروسيسور يبقى قريب، لا، ده هو كشكل منطقي كده او كلوجيك بيحطه لك جنب الميموري، اما لا ده ممكن يكون الكاش هنا اصلا، ممكن يكون الكاش هنا، بس الميزه بتاعته ان تكون المساحه بتاعته لازم تكون اصغر من الميموري. محدش يقول لي في كاش مساحته اكبر من الميموري بتاعنا، لا، يبقى كده ما هوش كاش. تمام، وهنا مستخدم اتنين كاش مفيش مشكله، طبعا الكلوك بيدخل على كل واحده فيهم والباسز بتاعتك كونكشن مع بعضها. بيقول لك هنا ان انا ممكن استخدم الكاش بتاعتك، يعني بستخدم الاستاتيك رام ان انا اعمل كاش، يبقى الكاش بستخدمه ان انا اعمل كاش. الستاتيك رام بستخدمها في عمل الكاش، يعني مفيش مشكله. تمام، نيجي بعد كده للجزء بتاع الدايناميك رام. الدايناميك رام كلير. تمام، الدايناميك رام قلنا الدايناميك رام كل المشكله بتاعتها ان انا لازم اتعامل في الدايره بتاعتي، لازم يكون في سيركت خاصه ان هي بتعمل لي ريفرش، تعمل لي ريفرش كل شويه للميموري بتاعي. تمام، فده دي السيركت الخاصه بالريفرش، مفيش مشكله. تمام، دي بتحدد من هنا، بتحدد البيت اللي انت عاوز تعمل لها ريفرش وتروح تعمل لها ريفرش، مفيش مشكله في الموضوع ده. نيجي للجزء تاني، عندنا حاجه هنا لو ايه اللي هو عامله ده، الجزء ده
الادرس بتاع الرو والادرس بتاع الكور. قال لك ايه؟ وليكن على سبيل المثال انا عندي 10 بت او 10 اسلاك المفروض يدخلوا على الادرس بتاع الرو، و10 بت يدخلوا لي على الادرس بتاع الكور. قال لك لا، انا ممكن اعمل لك حركة تانية خالص، استخدم المالتيبلكسر اللي احنا كنا مستخدمين، اللي احنا كنا واخدينه قبل كده. انا عندي 10 بت للرو و10 بت للكور، فكده انا عندي 20 سلك، 10 منهم يدخلوا كرو و10 كادرس للكور. قال لك لا، طب ما انا ممكن استخدم المالتيبلكسر. المالتيبلكسر ده تمام، استخدم 10 مالتيبلكسر، كل مالتيبلكسر خاص باتنين سلكين، فده خلاص مفيش مشكله، واوصلهم بانيبل. لو الانيبل ده بزيرو معناه ان هيشتغل على الرو، لو الانيبل ده كان بوان يبقى هيشتغل على الكور. فهنا عندي كل سلك عندي شايله اتنين، شايله هنا مثلا ده اول واحده دي بس مبكسله، يا شايله اي زيرو واي 10 تمام. هنا 1 و11، 2 و12، 3 و13. بكل بساطه هو اول جزء ده من 0 لغايه 9 دول بتوع الرو، ومن 10 لغايه 19 دول بتوع الكولوم، بحيث لو الانيبل كان بزيرو يبقى بيشغل بتوع الرو، لو الانيبل كان بوان يشغل بتوع الكول. وده عباره عن مالتيبلكسر، موصل المالتيبلكسر الاولاني مدخل فيه اي 0 واي 10، وفي انيبل عندي لو الانيبل ده بزيرو يبقى يشغل A0، لو الانيبل بوان يبقى يشغل A10، ما فيهاش مشكلة. بدل ما استخدم 20 سلك كانبوت خارجي، لا بستخدم 10 بس، وكمان انيبل يتحكم لي ان شغال رو ولا كولوم بس، ما فيهاش مشكلة. ودي الدايرة ما فيهاش اي مشاكل عندنا وتشتغل عادي، ما فيش مشكلة. بس في حاجة كمان نسيت اقولها، فينا حاجتين حاجة اسمها الرو ادرس سيلكشن، وده الكولوم كولوم ادرس سيلكشن، مفيش مشكلة. الادرس بيشتغل لما يكون الانيبل ده بزيرو كده، انا اول ما الانيبل ده يكون بزيرو يبقى انا ادخل على الدايرة دي واشتغل، اخلي الانيبل لو الانيبل ده بزيرو ادخل على الجزء ده واخد الادرسيس بتاعي كانه رو. طب لو كان تمام، دي تفهمنا اكتر. طب لو كان الكولوم ده لو كان داخل بزيرو يبقى يروح يشتغل ياخد البنون دي او الاسلاك دي يدخلها كانها كولوم ادرس. انا قلت لكم دلوقتي الاسلاك دي ممكن تشتغل كولوم او كرو. اشتغل كرو امتى؟ لما يكون الار اختصار للرو بيكون بزيرو. طب لو السي، لو السي اللي هو اختصار لكولوم لو كان بزيرو يبقى اخد البنون دي وادخلها ككولوم. طبعا طبيعي لازم يكون الرو الزيرو بتاع الرو قبل الزيرو بتاع الكولوم. تعالى لازم يكون، لازم انا الاول في البدايه احدد الرو وبعد كده احدد الكولوم. عشان كده الزيرو او الانيبل بتاع الرو اللي هو الار اي اس اختصار للرو اكسس سيلكشن، لازم الزيرو بتاعه يكون قبل الزيرو بتاع الكولوم طبعا، عشان انا بحدد الكولوم، بعد ما احدد الكولوم احدد الرو بتاعي، ما فيش مشكله. بعد كده عندي دول كده خلاص، بعد كده عندي الريد والرايد، وده انيبل بتاع الدايره بتاعتي مش مشكله فيه. ندخل على الروم، يقول لك ان الروم بتاعتك دي الاي سي بتاعتها، عندك لها اتنين انيبل طبعا، بتشتغل لما تكون الاتنين انيبل دول بزيرو، الاتنين مع بعض بزيرو، ودي الادريسز بتاعتنا، المينيمم ادريسز بزيرو والماكسيمم 2 اس 8 ناقص 1 تمام. 2 اس 8 اللي هي 256، يبقى اخر ادرس عندي 256 ناقص 1 اللي هي 255، مفيش مشكله. دول متوصلين، الاوتبوت بتاع ده متوصل بالتري ستيت اللي هو الاوب ام، مفيش مشكله. تعالى هنا نفهم بس حاجه بسيطه، هنا بيقول لك دي الانبوت ادريسز اهي تمام،
الـ input addresses وليكن ده الـ addresses القديم، تمام؟ والنقطة دي نقطة التحول من الـ addresses القديم أو من الـ address القديم للـ address الجديد. بقول لك أنا لازم بيغيب كده فترة اللي هو الجزء ده على ما الـ input الـ addresses الجديد يكون موجود عندي ويكون مستقر عندي على الـ input. فدي الفترة، النقطة دي نقطة التحول من الادرس القديم للادرس الجديد، ده القديم وده الجديد اللي هو الفاليد دلوقتي، تمام؟ بيقول لك الفترة ما بين، تمام الليزر ده احسن، الفترة ما بين اول الادرسيز الجديد ما يستقر عندك واول داتا اوتبوت داتا تظهر عندك، تمام؟ ده الجزء ده او التايم ده بسميه التايم اكس، اللي هو التايم اكس. ولكن مثلا يا شباب بكل بساطه انا عايز اقرا الداتا اللي موجوده في البيت رقم 5، كان البيت القديمه موجوده 3، ففي البدايه لازم احول الادرس ده احوله من 3 اخليه 5، تمام؟ فاول ما اكتب 5 بعد ما تستقر هنا 5 الادرس اللي انا هشتغل عليه 5، اول ما الاوتبوت بتاعي يظهر الداتا اللي كان موجوده في البايت رقم 5، الفترة ما بينهم أو التايم اللي ما بينهم اللي هو الديلي ده بسميه التايم اكس، التايم بتاع الاكسس بتاعي اللي هو زمن وصولي للداتا، زمن وصولك للداتا ده اسمه الاكسس، تمام؟ مفيش مشكلة. طبعا ده لازم يكون بزيرو في الجزء ده علشان السيركت بتاع أو الدايرة بتاعتي تشتغل، تمام؟ وده الأنواع من أنواع الروم، مفيش مشكلة، ده كلام نظري كله ما فيهوش مشكلة. وده بيتكلم على الفلاش برضو، ده كل جزء نظري. نيجي للجزء المهم، ازاي اعمل اكسبنشن او اكسبنشن للميموري بتاعتك. ايه المقصود بالجزء ده؟ وليكن يا شباب انا عندي دي عندي ميموري ودي عندي ميموري، عايز اكستند او يعني ايه اعمل لهم اكبر المساحة بتاعتي. فانا عندي الجزء بتاع التكبير في منه جزئين. اول حاجه ممكن يكون الاوتبوت بتاعك من الميموري مثلا 8 بت، انا عايز لا اخلي الاوتبوت بتاعي يكون 16 بت فانا اضعفه، ده اول نوع. تاني نوع عندي من الاكسبنشن يكون عندي مثلا الميموري بتاعتي ممكن تشيل عدد الوردز او عدد الرو دي مثلا وليكن على سبيل المثال 256، لا انا عايزه يشيل 512 بدل ما هو 256 وورد او 256 بت، لا انا بايت قصدي، انا عايزه اضعفه اخليه يقدر يشيل 512 وورد. فده النوعين. يبقى اول نوع ان انا عايز اضاعف الاوتبوت او انا عايز اضاعف عدد الوورد اللي انا ممكن اخزنها في الميموري بتاعتي، فده نوعين. اول نوع عندك لو انت عاوز تضاعف الاوتبوت، الاوتبوت بدل ما هو ده والمفروض ما هو طالع هنا كان المفروض ان بت ايا كان عدد البت، لا انا عايز اخليه 2 ان. قال لك تعمل ايه؟ نفس هتستخدم 2 ميموري، تمام؟ نفس البت دي نفس الادرس ده هتوصله بالادرس ده، هيطلع لك من هنا 8 بت ويطلع لك من هنا 8 بت، مفيش مشكله. سؤال بقى ممكن يجي لك يقول لك انا عايزك تضاعف لي عدد البت ب 16، خلاص ب 16 وانت عندك لا هيقول لك مثلا المثال ازاي، انا عندي الميموري بتاعتك الاوتبوت منها ب 8 بت انا عاوزهم يكونوا 16، يبقى انا هضاعف لو اتنين مع بعض هيخلوا لي الاربعه يبقوا 8، خلاص يبقى هستخدم اربعه مع بعض، مع الاربعه مع بعض هيطلعوا لي اربعه واربعه 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 يطلعوا لي 16، والادرس بتاعك ده هتوصله بالكل والكنترول طبعا هتوصله بالكل زي ما التوصيله بتاعتنا. النوع الثاني عندنا ده طبعا ده مثال تاني، هو نفس الفكر، البت بتاعتك اهي الادرس قصدي موصلهم في الاثنين وده الكنترول مفيش مشكله كده، عدد الاوت بوت بتاعك بقى ضعف بقى من 4 و4 بقى 8، لو انا عايزه يبقى 16 يبقى هخليهم 4 مع بعض، الادرس بس هيكون مع الكل زي بعضه والكنترول بس زي بعضه
وهيكون الاوتبوت عندك 16 بت. نيجي للجزء الثاني اللي انا مثلا بدل عدد الورد التحت بيشيل 1 ميجا وورد، 1 ميجا انا عاوز اخليهم 2 ميجا. قال لك خلاص مفيش مشكله، هتوصل لي ده الانبوت عندك الادرس انبوت ده 20 بت، ده هتوصل هتدخل لي كمان بت زياده رقم 21، بحيث لو كان ب 1 يبقى انا هشتغل على السيركت دي او على الميموري دي، لو كان ب 0 يبقى انا هشتغل على الميموري دي. تمام، عامل في مزود انيبل كده. تمام، يبقى انا هخزن هنا 1 ميجا واخزن هنا 1 ميجا، يبقى كده السايز بتاع الميموري بتاعي ب 2 ميجا، ما فيهوش مشكله. تمام، والاوتبوت بتاعي ثابت ما فيهوش مشكله. نيجي بقى السؤال اللي ممكن، يعني انا عن نفسي كان السؤال ده قابلني يعني في امتحاني، كان موجود ازاي اعمل اكسباند للوورد والاوتبوت الاثنين مع بعض، فما فيهاش مشكله. ده طبعا كان انا عملت كده اكسباند للوورد، ان انا بدل ما يخزن 1 ميجا وورد انا خليته 2 ميجا وورد كده. نفس البيت ده هنقله تاني اهو مثلا، فهنا هنا كده 21 بت، هعمل كمان 2 جنبهم اهو، هوصل ال 20 بال 20 وده الانيبل، طبعا هوصله بالانيبل. تمام، ونفس النظام ده ال 20 بال 20 والانيبل ده هوصله بس ادخله كزيرو، نفس اللي انا عامله هناك ده هكرره تاني مفيش مشكله. وده كده مفيش مشكلة، ده 4 وده 8 وده 8 ده 8 وده 8 ده 8 وده 8، فده الاتنين دول هيطلعوا لي 8 بت، وده 8 بت، يبقى مجموعهم الاتنين مع بعض 16 بت. يبقى انا كده عملت اكسباند للاوتبوت واكسباند للميموري وورد. تمام كده خلاص، تقريبا الشابتر ده خلص يا شباب، بالتوفيق ان شاء الله.